الدرب الذي كان يسير معي على الطريق ثم حاد عن الطريق إما لشهوة أو لشبهة، فلما أخبرت بأن العنوان حدث فيه تغيير نوع ما توقفت عن التحضير في آخر الصفحات علني أستدرك الموضوع الجديد، فلهذا أكملت ولا ذاك أدرك. فجئتكم الليلة ببضاعة مزجاة، جئتكم بموضوع آخر، لكن الله الذي لا إله إلا هو نحن في أمس الحاجة إلى مثل هذا الموضوع. أردت أن تكون هذه الليلة حديث من القلب إلى القلب، حديث عن موعظة إيمانية ذكرنا بها القرآن في مواضع عدة. وأعظم المواعظ أحبتي مواعظ القرآن، أعظم الكلمات كلمات القرآن، أعظم الحروف حروف الرحمن جل في علاه. لذلك أردت أن يكون أول لقاء بيني وبين عنيزة كلمات تنطلق من القرآن. أحبتي، الحياة الحقيقية هي حياة القلوب، ليست حياة الأبدان. الماء يحيي الأرض وذكر الله يحيي القلوب. رأيتم اليوم كيف عندما تنزل المطر تغير واقع الأرض؟ رأيتم كيف أن الأرض هشت وبشت فرحا باستقبال الحياة؟ كذلك القلوب لا تحيا إلا بذكر علام الغيوب. قال الله: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا دلائل أمور عظيمة، هذا يدل على أمور عظيمة. أكمل الله في سياق تلك الآيات بعد أن قال: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فنزول الماء وإحياء الأرض دليل على قدرة الباري جل في علاه على إحياء الناس بعد موتهم وبعثهم ونشرهم ثم حسابهم، ثم يتقرر المصير إما إلى جنة أو إلى سعير، أو إلى صحيح. قضية لابد أن تشغل كل واحد منا، مدار صفحات القرآن على هذه القضية، مدار صفحات القرآن. ما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إلا ليتفكر الناس في ذلك اليوم العظيم الذي فيه يتقرر المصير والمآل، إما إلى هنا وإما إلى هناك. إن القلوب إذا حيت استعدت للقاء علام الغيوب، وإذا نفت غفلت وقفت وابتعدت عن صراط الله المستقيم. قال الله: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. اليوم الناس تشكو من هذا المرض العظيم، تشكو من قسوة في قلوبها. أقول السبب الابتعاد عن ذكر الله جل في علاه، الابتعاد عن النظر في كتاب الله جل في علاه، الابتعاد عما يذكرنا بلقاء الله جل في علاه. مدار أحاديثنا في مجالسنا الدنيا وما فيها. لما تولى ابن عبد العزيز عمر الخلافة اشترط على جلسائه شروطا ثلاثة، قال: من أراد أن يجلس في مجلسي فأنا اشترط عليه شروطا ثلاثة. ليتنا اشترطناها في مجالسنا. قال: أما الشرط الأول فلا تتحدث في مجلسي عن الدنيا أبدا، لا تذكر الدنيا في مجلسي أبدا. الشرط الثاني: لا تغتاب عندي أحدا. الشرط الثالث: لا تمزح في مجلسي أبدا. ليه أحبتي؟ لأن الإكثار من ذكر الدنيا يقسي القلوب، وغيبة الآخرين كبيرة من الكبائر، وكثرة الملح تميت القلب وتنسيه ما أعد الله لأهل النعيم وما أعد الله لأهل الجحيم. شروطا ثلاثة ليتنا اشترطناها في مجالسنا. فبذكر الله تحيا القلوب كما تحيا الأرض إذا نزل عليها المطر.
يحتحل القلوب أحبتي بذكر سير الأقوام الذين ساروا على ذلك الطريق وأحيى الله بذكرهم أقوام، فلله در أقوام بذكرهم يحيى أقوام، وتبا لأقوام بذكرهم يموت أقوام. تأمل، نظر منذ مئات السنين ولا زالت المنابر تصدع بأسمائهم. إذا ذكروا قلنا لا إله إلا الله، وإذا ذكرت أخبارهم تعجبنا من صنع أولئك الرجال. والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن السير نقلت لنا أخبارا صحيحة عن أولئك ما كنا نقول أنهم بشر، والله ما كنا نقول أنهم بشر. وصلوا إلى درجة عالية ذكاهم الله ورضي عنهم وهم يسيرون على الأرض. منهم من قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أخبرني أنه يحبك، منهم من قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أخبرني أنه يحبك وأمرني بحبك، ومنهم من اهتز له عرش الرحمن عند وفاته، ومنهم من غسلته الملائكة بين السماء وبين الأرض، ومنهم من كلمه الله كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان. ليه أحبتي؟ كيف وصلوا إلى تلك الدرجات العالية؟ قلوب حية معلقة بمن؟ معلقة بما عند الله جل في علاه. إذا استعنت أهل الدنيا بدرهمهم ودينارهم استعنتوا بما عند الله جل في علاه، يتردد على مسامعهم وهم يرون الناس يلهون في دنياهم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أحبتي، الإيمان هو الحياة، الإيمان هو الحياة الحقيقية، ولا حياة بدون إيمان. ما هو الدافع لي ولك أنكم في هذا المجلس؟ أليس هو الإيمان؟ ما هو الدافع لي ولك على فعل الطاعات؟ أليس هو الإيمان؟ ثم في المقابل ما هو الرادع لي ولك عن فعل المعاصي والمنكرات؟ أليس هو الإيمان؟ إيمان بما أعد الله للطائعين، وإيمانا بما أعد الله للعصاة والمخالفين. فالذي يجعل للحياة قيمة هو الإيمان، وإنما يتفاوت الناس في دنياهم وأخراهم على قدر إيمانهم. إنما يتفاوت الناس في دنياهم وفي أخراهم على شيء وقر في قلوبهم. لذلك كان إبراهيم أمة، كان إبراهيم عليه السلام في إيمانه أمة، وأبو بكر الصديق بإيمانه وصل إيمان أمة. سبحان الله، ما كان أكثر القوم صلاة ولا قياما، لكنهم كان أكثرهم ثقة وتصديقا بالله رب العالمين. لذلك كانت حياته غير حياة الآخرين، لذلك كانت حياته غير حياة الآخرين. الذي يجعل لحياتي وحياتك قيمة هو الإيمان. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. تأمل في قوله أو من كان ميتا فأحييناه، أما كان يأكل ويشرب ويلبس ويغدو ويروح، لكن هذه ليست الحياة. لذلك قال أحد المربين لأحد أبنائه، قال له يا بني لا يكن همك المأكل والمشرب والملبس والمنكح، هذا هم النفس، فأين هم القلب؟ إن همك ما أهمك فليكن همك الله والدار الآخرة. من جعل الهموم هما واحدا يعني هم الآخرة، كفاه الله هم الدنيا وهم الآخرة. تريد الدنيا؟ أنا أدلك على أكثر الطرق حتى لا تخسر الدنيا ولا تخسر الآخرة. من أصبح والآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي راغمة، والعكس بالعكس، من أصبح والدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما قسم الله له، ويكون عند الله مذموما. الذي يجعل لحياتي وحياتك قيمة أن يكون لها هدف. إذا تحدد الهدف تحدد الطريق، اعلم بارك الله فيك أن الطريق على طريقين، الطريق الأول صعب، فيه مصاعب، فيه آلام، فيه امتحانات، فيه ابتلاءات، لكنه يوصل إلى المكان الذي تريد أن تصل إليه. وآخر معبد مدلل، فيه شهوات، فيه استراحات، فيه ما فيه، لكنه لا يوصل إلى المكان الذي تريد أن تصل فيه. فأي طريق تأخذ
ستأخذ الصعب رغم صعوبته، لأنك تريد أن تصل، لأنك تريد أن تصل. مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: حفة النار بالشهوات، وحفة الجنة بالمكاره، والحياة امتحان وابتلاء، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حيا عن بينة. سبحان الله، الذي يحيي القلوب ذكر علام الغيوب، الذي يحيي القلوب ذكر علام الغيوب، النظر في آياته والتدبر في كلماته. سبحان الله، مصيبتنا أحبتي أننا لا نعرف القرآن إلا من رمضان إلى رمضان، بقدر ما تعطي القرآن، القرآن يعطيك، بقدر ما تقبل على كتاب الله يقبل الله عليك. إذا أردت أن تعرف قيمتك عند الله، فانظر إلى قيمة كلام الرحمن في صدرك، في حياتك، في كل شأن من شؤون حياتك. ما المطلوب مننا عند قراءة القرآن؟ المطلوب أننا نفتح القلوب قبل أن نفتح الآذان. لذلك سيتردد على مسامعك الليلة آيات وآيات. أسأل الله أن تجد مكانا في قلبي وفي قلبك، أسأل الله أن تجد هذه الآيات مكانا في قلبي وفي قلبك، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. من أركان الإيمان وعقائد الإسلام الإيمان بالله وباليوم الآخر، من عقائد الإسلام وأركان الإيمان الإيمان بالله وباليوم الآخر. لماذا الإيمان باليوم الآخر؟ أقول أحبتي، لأن الضابط الحقيقي لسلوك الإنسان إيمانه بذلك اليوم. لن يضبط سلوك البشر لا عقوبات ولا أي شيء آخر، لن يضبط سلوك البشر في دنياهم إلا إيمانهم بذلك اليوم الذي سيجمع الله فيه الأولين وسيجمع فيه الآخرين، يجزى المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. لذلك حين سأل صفيان أحدهم قال له: كم مضالك؟ قال: 60. قال: 60 سنة وأنت تسير إلى الله أو شك أن تصل؟ قال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: تعرف معناها؟ قال: معناها إن لله عبدا وأنه إليه راجع. قال صفيان: اعلم، من علم أنه لله عبدا فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول ماذا أعد للجواب يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. فالضابط الحقيقي لسلوك البشر كلهم أقصاهم وأدناهم هو الإيمان بالله وباليوم الآخر. أنا ولله المثل الأعلى مدير شركة أو مؤسسة من المؤسسات، لا أستطيع أن أراقب الموظفين على مدار الساعة، لا أستطيع أن أراقب هذا في روحته وفي جيئته. ما الذي يجعل هذا يبدع في عمله؟ وما الذي هذا يخلص في أدائه؟ وما الذي يجعل هذا يعطي الحقوق ويمتنع عن المظالم؟ إلا استشعار اليوم الآخر، إلا استشعار رقابة الله في كل مكان. ابن عمر في صحراء مرة من المرات، فإذا بروع غنم يرعى أغنامه ويرتاد بها أحسن المراعي. الملك لا يراه، لكن من الذي يراه؟ يراه الله جل في علاه، ملك السماوات والأرض يراه، في كل خطوة يراه، في كل مكان يبدوه أو يروحه الله يراه. هذا الذي ينقصنا اليوم، أننا نستشعر الرقابة في كل مكان، أننا نستشعر أن الله في كل مكان يرانا، في السماء يرانا، في الأرض يرانا، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. سبحان الله، ابن عمر يرى رويع غنم في صحراء يغدو ويروح بأغنامه أحسن المراعي، فقال له ابن عمر امتحانا: أعطنا من هذه الشياه. فقال رويع الغنم بأمانة: أنا مملوك ما يحق لي التصرف. فقال ابن عمر امتحانا: قل للمالك أكلها الذئب. فقال رويع الغنم بكل بساطة: وماذا أقول لله؟ إن قلت للمالك أكلها الذئب، والذئاب تغدو على الأغنام كما غدا الذئب على يوسف، كما قال إخوة يوسف: وجاءوا على قميصه بدم كذب. سبحان الله، قال له ابن عمر: قل له أكلها الذئب. قال بكل بساطة، لكن من أين انطلق هذا الكلام؟ أليس انطلق من داعي الإيمان؟
والاستشعار والرقابة من الرحمن. قال ماذا أقول لله؟ ماذا أقول إذا وقفت بين يديه وشهدت العينان وشهدت اليدان وشهدت القدمان؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا هو الضابط الحقيقي لسلوكي وسلوكك أنت وسلوك كل واحد منا. فبكى ابن عمر متأثرا بكلامه، أرسل إليه من يعتقه قائلا له: كلمة أعتقتك في الدنيا أسأل الله أن تعتقك يوم أن تلقاه. كلمة أعتقتك في الدنيا أسأل الله أن تعتقك يوم أن تلقاه. لا تظن الكلمة سهلة، لا تظن أن الكلمة سهلة، بل دلت على حقيقة العبودية لله رب العالمين، دلت على إيمان امتلأ به القلب. هذا ما ينقصنا اليوم، هذا ما ينقصنا اليوم حتى نكون على قدر المسؤولية. تنقصنا الضمائر الحية، والقلوب الواعية والعقول السليمة التي تفكر في المصير إما إلى جنة وإما إلى نار. أكثر الله من ذكر اليوم الآخر، ثلاثة صفحة من صفحات القرآن تخلو من ذكر ذلك اليوم. تأمل بارك الله فيك من أول المصحف إلى آخره، لا تكاد تخلو صفحة واحدة من ذكر ذلك اليوم أو ذكر ذلك اليوم، إما تلميحا أو تصريحا أو ذكر بعض أوصاف ذلك اليوم العظيم. ليه؟ لأن بذكر ذلك اليوم تحيا القلوب. بذكر ذلك اليوم وباستشعار ما في ذلك اليوم من الشدائد والأهوال تحيا القلوب بارك الله فيك. لذلك كان مدار حديث القرآن هو اليوم الآخر، لذلك كان مدار حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه كلها هو استشعار اليوم، هو الاستشعار اليوم الآخر في كل تقلبات الأحوال يربطهم بذلك اليوم. إذا اشتد الحر قال لهم: إن أشد ما تجدون من حركم من سموم جهنم. إذا اشتد البرد قال لهم: إن أشد ما تجدون من بردكم من زمهرير جهنم. هكذا حاله مع أصحابه يربطهم بذلك اليوم، يعذبون يضطهدون. يقول صبرا آل ياسر: إن موعدكم الجنة، ما وعد الناس بمتاع دنيا ولا بمتاع دائم، ما وعدهم إلا بما عند الله جل فعله. وكلها أمور غيبية لكن ذكرها لنا القرآن كأننا نراها رأي العين. قدم الله الإيمان باليوم الآخر على سائر باقي الأركان إلا لبيان أهميته. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ثم قال في سياق آيات أخرى: ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر هو الذي يدفع المحسن على زيادة إحسانه، ويدفع المسيء على مراجعة حساباته قبل فوات الأوان. لماذا سماه الله اليوم الآخر؟ لأنه لا يوم بعده، سماه الله اليوم العقيم. فلا يوم بعد ذلك اليوم. من أهميته ذكره الله في مواضع عدة من كتاب الله، وما جاءت الرسل من أولهم إلى آخر إلا لتحقيق العبودية لله وربطهم بذلك اليوم العظيم. فأقرأ عليك آيات لعلي أنا وإياك ننتقل بقلوبنا إلى ذلك اليوم العظيم وإلى ذلك المشهد الكريم. قال الله: بسم الله الرحمن الرحيم: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. قال الله: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل
وتكون الجبال كالعلم ولا يسأل حميما حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى تأمل بارك الله فيه. والله يقول الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة تأمل في سورة سمعناها ونحن نسجد ونركع في الصلاة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المنفوش وتكون الجبال كالعزل المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. اسمع مزيد فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فلا إله إلا الله. كيف سيكون الحال إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ يوم سيبدأ لكن كيف سينتهي؟ يوم سيبدأ وكيف سينتهي؟ سيبدأ بصيحة واحدة يقوم فيها الناس لرب العالمين. جاء في حديث الصور أن الله قال لملك الموت يا ملك الموت من بقى إذا نفخ بالصور نفخة واحدة؟ يسأل الجبار جل جلاله ملك الموت من بقى؟ يقول بقي جبريل وميكائيل وحملة العرش وبقيت أنا. فيقول الله فليمت جبريل وميكائيل فيتكلم العرش وينطق ويقول يا ربي يموت جبريل وميكائيل فينطق العرش ويقول يا ربي يموت جبريل وميكائيل فيقول الله إني كتبت الموت على كل من تحت عرشي فيموت جبرائيل وميكائيل فيرجع ملك الموت إلى الله جل في علاه وهو أعلم فيسأله من بقي؟ يقول بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقيت أنا وبقي إسرافيل وبقي حملة العرش. فيقول الله فليمت حملة العرش فيموتون. فيأتي ملك الموت إلى الجبار جل جلاله فيسأله من بقي؟ يقول بقيت أنت الحي الذي لا يموت وبقيت أنا وبقي إسرافيل. فيأمر الله العرش أن يحمل الصور من إسرافيل فيقول الله فليمت إسرافيل فيموت. ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار جل جلاله فيسأله والله أعلم من بقي؟ يقول بقيت أنت الحي الذي لا يموت وبقيت أنا. قال أنت خلق من خلقي خلقتك لما ترى فمت. فيموت ملك الموت فينادي الجبار لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد. فينادي الجبار لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد. فيكرر النداء لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد. فيجيب نفسه بنفسه أولا بلا انتهاء وآخر أولا بلا ابتداء وآخرا بلا انتهاء. الملك لله الواحد القهار بصيحة واحدة يفنى الأولون والآخرون. وبنفسة أخرى إذا هم قيام ينظرون فكيف حالهم إذا خرجوا ناس من القبور وبعثر وحصل ما في الصدور؟ قال الله فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. أما المجرمين فحال ليس بعدها حال إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. أما المتقين ففي جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يا الله إذا سيق العباد إلى أرض المعاد ونفخ في الصور ذلك يوم وعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد
لتسقط في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مجيب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كانت بضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي، ما يبدل القول لدي، وما أنا بظلام للعبيد. يا الله على أحوال وأهوال ستحصل في ذلك اليوم العظيم، فلا الأرض التي نعرفها ولا السماء التي كنا نراها فلتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار يوم ينفخ في الصور، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا خذلا. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون، لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، سمى الله ذلك اليوم يوم الثلاث، سمى الله ذلك اليوم يوم الثلاث، يلتقي فيه الظالم مع المظلوم، يلتقي فيه آدم مع آخر أبنائه، سمى الله ذلك اليوم ليوم القيامة لأنه تقوم فيه من الأهوال والله به عليم، سماه الله يوم القيامة لأن الناس فيه يقولون لله رب العالمين، أكثر الله من ذكر أسماء ذلك اليوم لشدة أهواله وأخباره، من سره أن يرى القيامة رأي العين فليقرأ الانشقاق والانكسار والتكوير، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انكسرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون، فإذا قاموا من صورهم واستووا في أرض المحشر، أرض لم يروها من قبل وسماء لم يعرفوها ولم يروها من قبل، فإذا اجتمع الأولون والآخرون في ذلك المشهد وذلك المنظر العظيم، حفاة عراة جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي تسمع هذا الخبر العظيم، قالت يا رسول الله الرجال والنساء حفاة عراة ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا ابنة الصديق الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض، أعظم من أن ينظر أي منهم إلى الآخر، لسان حال كل واحد منهم، نفسي نفسي اللهم سلم اللهم سلم، فإذا جمعهم الله في ذلك المكان أدنيت الشمس من رؤوس العباد مقدار ميل، فزادت عليهم الشدائد والأهوال
قال الراوي والله ما أدري هل من المسافة أم من المكحلة، فيغرق الناس في عرقهم وهم على تلك الحال والشدائد والأهوال. نظر بعضهم إلى بعض كما جاء في حديث الشفاعة عند مسلم عن أبي هريرة قال يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فلا يغادر منهم أحدا، فيسمعهم الداعي ويبصرهم الناظر، ثم تبنى الشمس من رؤوس العباد مقدار نيل فيغرق الناس بعرقهم، منهم من يأخذ العرق إلى كعبيه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق وإنجاما. بينما هم على تلك الحال إذ نظر بعضهم إلى بعض فقالوا ألا ترون من يشفع لنا عند ربنا؟ ألا ترون من يشفع لنا عند ربنا؟ فيكون أبوكم آدم، فيكون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، نفخ فيك من روحه، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا من الهم والغم؟ فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني نزيت عن تلكم الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي، فتزداد الأهوال والأحوال على الناس. فيقول لهم اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، سماك الله عبدا شكورا، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا من الهم والغم؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوتها على قومي حين قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك أن تذرهم يضلوا عبادك وما يلد إلا فاجرا كفارا. نفسي نفسي نفسي، فيستبد الأهوال والأحوال على الناس، فيقول لهم اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون يا إبراهيم أنت خليل الله ونبيه، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا من الهم والغم؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني كذبت ثلاث كذبات لو عددناها من صالح أعمالنا، إني كذبت ثلاث كذبات نفسي نفسي نفسي، فتشتد الأحوال والأهوال على الناس. فيقول لهم اذهبوا إلى موسى، فيأتي موسى فيقولهم يا موسى أنت نبي الله وكليمه، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا من الهم والغم؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقولون أنت نبي الله، أنت نبي الله وكلمته وروح منه، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا من الهم والغم؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولا يذكر ذنبي ولكن يقول نفسي نفسي نفسي. تأمل في الخطاب الذي سيخاطب الله به عيسى في ذلك اليوم العظيم، إذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم يفرقك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقول عيسى نفسي 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 ولا يذكر ذنبا، فتشتد الأهوال والأحوال على الناس. فيقول لهم عيسى اذهبوا إلى محمد فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون قبل أن أقول لك ماذا يقول لمحمد، أتدري من هؤلاء؟
أتدري من هؤلاء الذين يقول كل واحد منهم نفسي؟ هؤلاء هم الأجل من الرسل، هؤلاء أتقى البشر، هؤلاء أخوف البشر، هؤلاء خير من صلى وصام واتقوا الله وقام. لسان حولهم في ذلك اليوم نفسي، كيف تركوا فلي حالك؟ إن كان هذا حال آدم الذي يسكن الجنة وحال نوح الشكور وإبراهيم الخليل وموسى الكليم وعيسى المصطفى والمجتبى، لسان حال كل واحد منهم نفسي. سيأتون محمدا بفي رواية سيأتوني فيقولون يا محمد أنت نبي الله وخاتم المرسلين، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا من الهم والغم؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فأقول أنا لها أبشر يا أمة محمد، فأقول أنا لها ومما زادني شرفا وتينا وكنت بأخلقي أطاء الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرتني أحمد نبيا، فأقول أنا لها فأنطلق إلى العرش فأخر ساجدا فيفتح الله علي من محامده ما لم يفتحه على بشر من قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك ويقال يا محمد نبي الجبار ويقول يا محمد ارفع رأسك وسأل كوطا واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي ما كان الحديث في ذلك الموقف وما تخلى عنا على شدة الأحوال والأحوال، ثم دبي على الصوت رباه أمتي فأين أمة محمد عن سنته؟ أين أمة محمد عن دعوته؟ أين أمة محمد عن نصرة دينه ونصرة دعوته؟ يا مدعي حد طه لا تخالفهم، فالخلص يحرم في دين المحجين، ما لي أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض ترمينا وتدوينا، خذها سماوية خيرا تفوز به أو اطرح على خبر الشياطين. يا ربي أمتي فيقال يا محمد أدخل من أمتك من ليس عليه حساب من الباب الأيمن من الجنة، والبقية يدخلون شركاء للناس في سائر الأبواب، وبقيتهم شركاء للناس في سائر الأبواب. يقول بأبي هو أمي إنما بين المصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وهجر، وليأتين عليها يوم وهي كضيض من الدخان، فبينما الناس على تلك الحال وقد آدم الجبار بخصم الحساب، فإذا هم فبينما هم على تلك الحال الأبصار خاشعة والقلوب وجلة، إذا بهم يؤتى بجهنم لها 70,000 دينار، ما كل دينار 70,000 ملك يجرونها، لو تركت على أرض على أهل المحشر لأتت على أولهم وآخرهم، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا،
تكبر الأبناء فترفع الخلائق على أبيك فتذكر ثانية فتشتنوا من على الركب مصداق طول الحق وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها إذا رأتكم من مكان بعيد سمعوا لها تغيبا وزفيرا وإذا ألقوا منا مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثغورا تصيح وتنادي بأعلى الصوت والله لأنتقمن اليوم ممن خلقته وعبد غيرك والله لأنتقمن اليوم ممن أكل رزقك وشكر سواك كلا إذا دكت الأرض دكا دكا فجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي هل تظن أن الأمر بذلك سبيل كما أبدا والله فلتزداد الأحوال فيصف الناس صفوفا واحدة يومئذ تعرضون وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة ستتطاير الصحف وستوفى بالموازين تذكر بقول الله أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون اسجدوا لله واعبدوا كيف أنت إذا نادى الله في أهل الموقف وقال يا آدم وقال الله يا آدم فقال لبيك يا ربي وسعديك والخير كله إليك قال يا آدم أخرج بعث النار فيقول يا ربي وما بعث النار فيقول من كل 1999 إلى النار وواحد من شيء قال صلى الله عليه وسلم حينها في تلك اللحظة في تلك الساعة تدخل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن لا عدد الله شديد عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لا منكم إلا سيقف بين يدي ربه ليس بينه وبينه ترجمان ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر أمامه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار عباد الله بينما هم على تلك الحالة صفت الصفوف إذ نادى منادي فلان بن فلان استعد للوقوف بين يدي الله يا الله لو قيل لك تقف بين يدي ملك أو تقف بين يدي وزير والله لسارت أحوالك أحوال كيف
سجدت سجدت والله والله فلان ابن فلان فتكون كالزبانية بين الصفوف حسيرا كثيرا عاريا مطاطي الراس لا تدري إلى كنه خبتك أم إلى نار. عن ابن عمر قال يبني الله العبد منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه يعني عليه سترة ثم يقرره بذنوبه أتذكر يوم كذا أتذكر يوم كذا حتى إذا ظن العبد أنه هلك لكنه كان من التائبين من المقرين بذنوبهم والمعترفين أقره الله بذنوبه حتى إذا ظن العبد أنه هلك قال أرحم الراحمين إني سترتها لك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم إني سترتها لك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم فيعطى كتابه بيمينه فيخرج بين المناء ضاحكا مسرورا ينادي رافعا كتابه بيمينه ها أم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق النتيجة فهو جلسة راضية في جنة عليا وطوفها دانية وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة أما العاصي أما الفاجر الذي مات وهو محارب لله بالمعاصي فيبنيه الله منه ثم يقرنه بذنوبه ويذكره بنعمه عليه ألم نطعمك ألم نسقيك ألم نكفيك ألم نزوجك ألم نعطيك ألم نسبق عليك النعم ظاهرة وباطنة فيشتد غضب الجبار عليه فينادي بالزبانية يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أجيقوه فلقد اشتد غضبي على من صلى حياؤه معي ولو ترى إذ المجرمون ناكتوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا لسمعنا فارجعنا نعمل صالحا منا موقنون فارجعنا نعمل صالحا منا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم قال إنا نسيناكم إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلق بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون لا
يتجاهل الجنود وسمعهم المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون فيستجد غضب الجبار عليه فينادي بالملائكة خذوه ومن عذاب أذيقوه فلقد اشتد غضبي على من قل حياؤه معي فيطوق بالسلاسل والأغلال ويعطى كتابه وراء ظهره ثم يخرج بين الملأ كثيرا خاسرا فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين يا عجبا للناس لو فكروا حاسبوا أنفسهم أبكروا وعبروا الدنيا إلى غيرها إنما الدنيا لهم نابر لا فخر إلا فخر أهل التقى غدا إذا ضمهم المحشر ليعلمن الناس أن التقى والبر كانا خير ما يدخر اتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله سينتهي ذلك اليوم بانقسام الناس إلى قسمين فريق في الجنة وفريق في السعير فلأشغلك هذا الأمر فلا قبل مضجعك هل جعلك تقوم الليل وتصوم النهار أين أثر الإيمان في ذلك اليوم العظيم اسمع ماذا صنع ذلك اليوم في حياتهم وكيف غير مجرى سلوكهم وتصرفاتهم اسمع بارك الله فيك ربنا دعاؤهم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ماذا قال الله عنهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ثمرات ذلك فاستجاب لهم ربهم كيف كان حالهم في دنياهم إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا إني معكم من المتربصين ماذا صنع ذكر ذلك اليوم في حياتهم اسمع خبرا واحدا من الأخبار أمس الحسن البصري صائما أمسى الحسن البصري صائما فلما حانت ساعة الإفطار جاءه ابنه بالطعام فقال أبتاه الطعام اسمع الكلمات تذكرهم بماذا فبكى وأبكى وعافت نفسه الطعام واستشعر قول الله بطعام أهل النيران إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما فعافت نفسه الطعام وأبكى وأبكى حتى أصبح صائما لليوم الثاني على التوالي لم يذق طعم الطعام ولا طعم الشراب فلما حانت ساعة الإفطار في اليوم الثاني قرب إليه الطعام فقال ابنه أبكاه الطعام فبكى وأبكى واستشعر عظمة ذلك اليوم فعافت نفسه الطعام أصبح صائما لليوم الثالث على التوالي لم يذق طعم الطعام ولا طعم الشراب لما حانت ساعة الإفطار ذهب ابنه إلى ثابت البناني ويحيى البكى قال أدركوا أبي
أدرك وأبي ثلاثة أيام لم يذق طعم الطعام ولا طعم الشراب، فلا زالوا يذكرونه ويواسونه حتى ذاق سويقة من تمر. أسألكم بالله، ما الذي حرمهم لذيذ الطعام ولذيذ المنام؟ أليست مسؤولية الوقوف بين يدي الله؟ إن لدينا أيتاما وتحريما وطعاما غاضبا وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مزيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شديدا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. من سينجو في ذلك اليوم؟ من سينجو في ذلك اليوم؟ أنا أقول لك في سياق هذا الخبر الذي خلقتم به هذا الكلام العظيم، ابن رواحة شاب من الشباب وعظيم من العظماء ومن المجاهدين والشهداء، نحسبه والله حسيبه، في يوم من الأيام مضطجع على فخذ امرأته، الموت موت غفلة، موت غزل وله، لكن استشعار الآخرة معهم في كل حين، يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم، فإذا هو يبكي دموعه على خده، فتبكي لبكائه المؤمنة، اسمعي بارك الله فيك، تبكي لبكائه، فقال لها ما الذي أبكاك؟ قالت بكيت لبكائك أنت، فما الذي أبكاك؟ قال مر على خاطري قول الله إن منكم إلا واردها، إن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. ذكر الله الورود ولم يذكر الصدور، فمن سينجو؟ ذكر الله من الناجين في سياق تلك الآيات العظيمة، ويقول الإنسان أئذا ما متنا سوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي من؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا يوم يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء، فهل نحن منهم اسمع أخبارهم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، هذا ليلهم وهذا نهارهم، جزاؤهم أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. اتقوا الله عباد الله،
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اتقوا الله عباد الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللهم استر في ذلك اليوم عوراتنا، وأمن فيه روعاتنا، فصل فيه موازيننا، زحزحنا فيه عن النار وأدخلنا فيه الجنة. اللهم استرنا فيه بسترك يا رب العالمين، وعاملنا فيه بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. استغفر الله العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا الوقف الإسلامي أن تدعوكم إلى دعم مشروع وقف الأم والمقام بالمدينة المنورة والذي يبعد عن الحرم النبوي 300 متر فقط، يتكون من 12 طابق بكلفة إجمالية 36 مليار ريال. يصرف هذا المشروع على المطلقات والأرامل والأيتام، هذا هو الزاد الذي ننجي به في ذلك اليوم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، بالصدقات نستظل في ظل العرش في ذلك اليوم، بالصدقات نرى من الأجور ما الله به عليم. أدعو نفسي وإياكم بالمشاركة في هذا الوقف، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، وستبقى هذه الصدقة الجارية تدر عليه من الحسنات حتى يلقى الله في ذلك اليوم. حساب الوقف 7203 على 5، 7203 على 5 صار 279، اكتب إذا كان عندك قلم. 7203 على 5 صار 279. لا تتأخروا في دعم إخوانكم ودعم مشاريع الخير. كنا بالأمس نتذاكر الجمعيات الخيرية الباطلة في بلاد الكفر، فعددناها في إحصائية بلغت 1,500,000 جمعية، 1,500,000 جمعية كلها تحارب الإسلام والمسلمين، كلها عشان يتبرعون لجمعياتهم يقولون ادفع دولارا لمحاربة الإسلام. يدفعون شعارهم في رسائلهم ادفع دولارا لمحاربة الإسلام والمسلمين، يدفعون. وأنا أقول ادفعوا لنصرة الإسلام ونصرة المسلمين. الإسلام اليوم في أمس الحاجة لأبنائه، وتكاتف بعضهم بعض. لا يخفى عليكم ما يجري لإخواننا هنا وهناك، لا يخفى عليكم الحصار الذي حصرت به العراق وفلسطين والشيشان وكل بقاع المسلمين. نريد أحبتي نحيي قضية الجسد الواحد، نريد أن نحيي قضية الجسد الواحد. إذا اشتكى عضو منا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
نريد نجي قضية مثل المؤمنين في ترابطهم وتوادهم كمثل الجسد، كمثل الجسد الواحد، وشبك بين إصبعيه. هل تظن أن الذي يزي هناك بسبب ذنوبهم هم؟ لا، بسبب تقصيري أنا وأنت، بسبب ذنوبنا نحن. إن نحن قصرنا ونحن جسد واحد، ابتلي قطعة من الجسد بالبلاء، ماذا نستطيع أن نقدم لهم؟ ماذا نستطيع أن نقدم؟ أن نقدم لهم كل شيء، كل ما نستطيع عليه نفعله، كل ما تستطيع وتظن أن عندك القدرة تفعله افعله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أبسط ما نستطيع نقدمه أن ندعو لهم، هذا أبسط ما نستطيع أن نقدمه لهم. والعراق ليست بمأساتنا الأولى ولا بمأساتنا الآخرة، فهو الأقصى يلوك جراحه والمسلمون جموعهم آحاد. يا ويحنا، ماذا أصاب رجالنا وما لنا سعد ولا مقداد؟ ربما قد حيل بيننا وبين أشياء، لكننا نستطيع أن نفعل بإذن الواحد الأحد، بثبات الفرد. أحبتي، الله يغير مجرى أمم بثبات أحد، تثبت أمم وتفرد وتثبت جماعات. أثبت على صراط الله المستقيم. أريدك تسعى أن تكون مجاب الدعوة، أريدك أن تسعى وتصل إلى درجة أنك تجاب دعوتك، حتى إذا قلت يا رب قال الله لبيك وسعديك. الأمة تنصر بمن؟ الأمة تنصر بأوليائها المنتسبون للدين كثير، لكنهم ما بلغوا رتبة الولاية، تلك الرتبة التي قال الله عنها في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ما وصلنا إلى تلك الرتبة لأننا ما صدقنا مع الله كما صدقوا. وقف ابن الحضرمي على مياه الخليج، فرت سفن الروم، فقال لجيشه توضأوا، وكان أبو هريرة ممن مع ذلك الجيش، فقال لهم توضأوا، فتوضأوا وصلوا، ثم دعا وقال: يا حي يا قيوم، يا محيي يا محيي يا مميت، يا ربنا يا رب كل شيء. ثم أمر جيشه وقال: خوضوا البحر. فخاضوا البحر. يقول أبو هريرة: والله خذناه، ما ابتل حافر حصان لنا. فلما أرادوا الرجوع قال لهم: ارجعوا من حيث أتيتم. ورجعوا من نفس الطريق. ليش يا إخوان؟ سخروا أنفسهم لله، فسخر الله لهم كل شيء. أقول: إن كانوا مستطاعون، نحن أيضا نستطيع. إن كانوا فعلوا، نحن أيضا نستطيع أن نفعل. لكن المطلوب مننا أن نصدق كما صدقوا. جعلوا حياتهم وقت لله كما أمر الله: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في العراق وفي فلسطين والشيشان وكشمير والفلبين وأفغانستان والسودان والصين وإيران وفي كل مكان. اللهم كن لهم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم. اللهم اربط على قلوبهم وافرغ عليهم صبرا وثبت الأقدام. اللهم سدد رأيهم ورميهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب الأنام. اللهم إنهم قلة فكثرهم، خفاة فاحملهم، جياع فأطعمهم، خائفون فأمنهم، مظلومون فانتصر لهم. اللهم مكن لهم دينهم الذي ارتضيت لهم. اللهم بدلهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونك لا يشركون بك شيئا. تكفل أيتامهم وصن أعراضهم واحقن دماءهم وأطعم شياعهم واسق مرضاهم وتقبل موتاهم وتقبل شهداءهم وفك أسرانا وأسراهم يا رب العالمين. منزل الكتاب ومزلي السحاب وهازم الأحزاب، اقلب أرضا ثلوجة على الكفار نارا وسماءها شهبا وإعصارا. اللهم احفظهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. لا تدع لهم قوة على الأرض إلا دمرتها، ولا قوة في البحر إلا أغرقتها، ولا قوة في السماء إلا أسقطتها. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت رأيهم ورميهم، وخالف بين قلوبهم. اللهم صلف عليهم ما خرج من الأرض وما نزل من السماء. اللهم اجعل رقابهم غنيمة للمجاهدين يا رب العالمين. اللهم عليك بهم، إنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز.
اللهم لا ترفع لهم في بلاد المسلمين راية ولا تحقق لهم في بلاد المسلمين غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم أخرجهم منها أذلة صاغرين. اللهم عليك بهم وبمن آونهم يا قوي يا عزيز، إنهم لا يخفون عليك ولا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم إننا حيل بيننا وبينهم، فلا تحرمنا عجرهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنه ليس لدينا لهم إلا الدعاء، فلا تردنا خائبين يا رحمن السماوات والأراضين. ارحم بعثنا وبعثهم وتقصيرنا وتقصيرهم، واجبر كثرنا وكثرهم، وأعز الإسلام والمسلمين، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. آمنا في أوطاننا، وأصلح أمتنا ولا تأمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. استغفر الله العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ حفظه الله هذه الكلمات الطيبة المؤثرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع قائلها وسامعها وأن يحيي بها القلوب، إنه على كل شيء قدير. حقيقة وردت أسئلة كثيرة جدا من الإخوة، وكأن الشيخ اعتذر عن الإجابة عن الأسئلة فهي كثيرة، والشيخ قد تعب كما ترون، ولا نريد أن نثقل عليه، ولكن لو سمح الشيخ بسؤالين فقط أو ثلاثة، لأننا اختصرنا كثير من الأسئلة ودمجناها واختزلناها، فلعله لن يرد طلبنا إن شاء الله جزاه الله خير. فهو تجشى يعني المجيء إلى هنا وترك مشاغله احتسابا الأجر عند الله، نسأل الله لا يحرمه من فضله. هذا السؤال يقول: شاب يقول أنتم تقولون لنا التزموا وابتعدوا عن المحرمات، وأنتم لا تدرون أين نعيش وكيف نعيش، فأنتم في بعد عنا أيها الملتزمون. فقد لعبت بنا الفضائيات والشبكات والمحرمات والشهوات، فأين أنتم منا؟ كيف ولماذا لا تأتون إلينا؟ فهل من كلمة فضي الشيخ لأصحاب لمن هداهم الله سبحانه وتعالى؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول كلامي في نظر، فله وعليه، فله وعليه. أما الإخوة الذين هداهم الله فهم مطالبون أنهم يسعوا إلى هداية إخوانهم بلا شك، هذا واجب على كل من سلك طريق الاستقامة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لكن أنت في المقابل بعد أنت تغرق ويوم القيامة أنت ستحاسب بنفسك، كل نفس بما كسبت رهينة. الله سيحاسبك عن أخطائك أنت. اللي يبغى شيء يا إخوان يسعى له، إن لم يأتوك هم فاذهب أنت إليهم، إذا لم يأتون إليك فاذهب أنت إليهم، أنت مطلوب كما هم مطالبون. كل مطالب فكاك رقبته من عذاب الله والفوز، والفوز بالجنة. ثم في المقابل كلنا مطالب أننا نتعاون على مثل هذا، كلنا مطالب على مثل هذا. فأنا أقول لمن هداهم الله: اتقوا الله في إخوانكم، فوالله فيهم من الخير ما الله به عليم. الله أكثرهم لا يحتاج إلا إلى دفعة بسيطة وتوجيه بسيط. بل أحدهم والله يا أخوان سمع كلمة يقول: كنت على شاشة الإنترنت أجلس أمامها ساعات طوال، 6 إلى 7 ساعات أجلس أمامها، أجلس في محادثات، أحادث هذه وأحادث تلك، ثم خصومات وسب وشتام ولعان وكلمات لا يعلم بها إلا الله. يقول في مرة من المرات قبل صلاة الفجر يقول فتاة من الذين يدخلون على مثل هذه المواقع حتى ينشروا رسائل دعوية، فقد ترسل من غير إظهار شخصيتها. فخاطبت أحد الشباب الذين اشتهروا في ذلك الموقع بتطاولهم هنا وهناك، سبحان الله، أرسلت له مقطع من شريط، مقدمة شريط فقط، فقالت له: أسألك بالله أنك تسمع هذه المقدمة. ثم أغلقت وخرجت من الموقع. يقول: فقلت لنفسي: وش أنا بخسر إذا سمعت هذه المقدمة؟ يقول: سمعتها فجلست في مكاني أفكر
ثم بدأت أبكي. ثم اليوم الثاني أتانا من منطقته إلى الدمام. أتانا من منطقته يا إخوان إلى الدمام 400 كيلو قطعها. جاء يقول أنا أريد أغير مجرى الحياة. كم كلفت دعوته؟ ولا شيء، دقائق معدودة غيرت مجرى حياته. هو الآن يقيم في المسجد، مواظب في المسجد، لا يخرج من المسجد، يأكل وينام ويصلي مع المصلين. كل مرة يقول سبحان الله، وجهه يستنير يوما بعد يوم بدعوة صادقة من فتاة أرسلتها وتغير واقع الحياة. فالشباب فيهم خير، كثير، لكن يحتاجون إلى تذكير. إن كان الجيل الفريد يذكر، فنحن من باب أولى نذكر بعضنا بعض. لكن أقول لهذا، انتبه على نفسك أنت بعد، إذا لم يأتوك هم فاذهب أنت إليهم، اسعى إلى نجاة نفسك أنت، فستسأل أنت يوم القيامة، ولن أنا أسأل عنك ليش أنت فعلت كذا وفعلت كذا. هيك البنات بعضها سهل أن تدخل الإنترنت من بعد دعوة، تدخل أنت أحسن شيء. أقول الإنترنت يا إخوان فيه خير كثير، لكن عندنا مصيبة. مصيبتنا أننا نسيء استخدام الأشياء، بدل ما تنفعنا تنقلب ضدنا. إيش أغلى ما أملك أنا وأنت؟ الدين. لا أخاطر بديني في أي حال من الأحوال. أحدهم والله أعرفه يا إخوان صالح من الصالحين، بل ليس صالح، مصلح، لكنه توسع في القضية، في قضية الإنترنت. يقول نقلت إلى منطقة نائية فأخذت الجهاز معي، شيئا فشيئا بديت أتدرج. سبحان الله، الشيطان ما يجيك يقول لك ادعوهم، الشيطان ما يجي يقول لك عصي، الشيطان يجي يقول لك ادعوهم، بين لهم، فيدخل عليك من هذا المدخل. يقول شيئا فشيئا وجدت نفسي أنحرف، شيئا فشيئا وجدت نفسي تماما تركت الدعوة ودخلت إلى مواقع الرذيلة. الآن يقول ماذا أصنع؟ أقول ماذا تصنع؟ لا تستسلم، أنت تغرق، تريد تغرق إلى النهاية. المشكلة يا إخوان أننا قد نصل إلى قمة الجبل، لكن ما نستطيع نمكث هناك، لابد أن ننزل نوعا ما. لكن لو انحدرت من قمة الجبل شيئا ثم رجعت الحسابات، ترجع ولا ما ترجع؟ نرجع، لكن مشكلتنا أننا ننحدر فلا نراجع الحسابات، ثم يزيد الانحدار فلا نراجع الحسابات، ثم نصل إلى سفح الجبل ننظر إلى القمة وين صارت؟ بعيد. أقدر أرجع؟ أقدر، مش مستحيل لكن صعب، ليس مستحيل أني أرجع لكنه صعب. لكن لو أني تداركت الأمر من أول مرة، أرجع ولا ما أرجع؟ أرجع. فكر في كلامي هذا، لا تخاطر بالدين، حتى ولو كان من باب الدعوة. إن كانت الدعوة ستفتح عليك أبواب، خاصة الفتيات يدخلنا بنية صادقة، لكن يتجرأ عليها هذا ويتجرأ عليها السفهاء، شيئا فشيئا تخسر أشياء كثيرة. سبحان الله، أنا مش مطالب بإنقاذ الناس على حساب نفسي، ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. مدار حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دائما على سلامة الدين، اللهم أصلح لي ديني، اللهم احفظني في ديني، اللهم لا تجعل مصيبتي في ديني. أمر الدنيا يهون، لكن إذا صارت المصيبة في الدين اسمع النهاية. النهاية مؤذن يرقى المئذنة يرفع الأذان في بلاد مصر، حيث يقيم مسلمون وأقباط. سبحان الله، نهي عن الالتفات والتكشف على بيوت هؤلاء، خالف الأوامر، وما مصيبتنا إلا من مخالفة الأوامر. الله يقول قل للمؤمنين يغضوا
من أبصارهم. سنة ماذا؟ حتى نهلك مع الهالكين. يوم أحد كم هي المخالفات؟ جاء في النفس أثاره من دنيا فقال الغنيمة الغنيمة وخالفوا أمر المكوف على الجبل وانقلبت الموازين. اليوم كم هي المخالفات في الأمة؟ نعد لا تعد ولا تحصى. قيل له لا تلتفت. فالتفت يوما فإذا بنصرانية قبطية من أجمل النساء بدل أن يرفع الأذان فمادى في النظر فافتتن. لو أنه استجاب من أول مرة وغض البصر لأورثه الله إيمانا في قلبه. قيل للحسن كيف نستعين على غض البصر؟ قال أن تعلم أن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى المنظور إليه. أن تستشعر أن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى المنظور إليه. يقول ابن عباس إن الرجل تمر عليه المرأة وهو يريد أن ينظر إليها فيمر عليه القوم فيغض البصر من أجلهم. والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله يعلم أن في قرارة نفسه يريد أن ينظر إلى الحرام. افتتن المؤذن بدل أن يرفع الأذان فماذا في النظر فنزل يطرق عليها الباب يطلبها لريبة. قالت لا أجيبك إلى ريبة. قال أتزوجك؟ قالت أنت مسلم وأنا كافرة وأنا نصرانية. كافرة. قالت أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني إياك. قال أتنصر. قال أتنصر. قالت إن فعلت فبنا. فتنصر والعياذ بالله وافقوا عليه. رقى سلما في ذلك اليوم دلت قدمه سقط على رأسه ميتا. خسر الدنيا الآخرة. مصيبة الدين يا إخوان مصيبة مصيبة عظيمة. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فاحفظ الدين بارك الله فيك. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لا تورد نفسك المهالك والمخاطر. لا تظلم نفسك. لا تظلم نفسك. العاصي ظلم نفسه. ليه؟ لأن أوردها عذاب الله. فأقول فلنتق الله في الخلوات. وهل يظهر حقيقة الإيمان إلا في الخلوات؟ أمام بعضنا بعض كلنا يتزين للآخر. لكن أين أقيس صدق إيماني وإيمانك؟ إذا خلونا بعيد عن أعين الناس. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم ولكن ينظر إلى وين؟ إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. أسأل الله أن يصلح لنا السر والسريرة. فضيلة الشيخ حفظكم الله، كثير من الأسئلة بل أغلب الأسئلة صدرت بقولهم وبقولي إنا نحبكم في الله الشيخ. الله يجعلنا وإياكم في مستقر رحمته. على سر المتقابلين وعلى منابر من نور. آمين. شيخ كلمة توجهونها إلى من يتابعون القنوات الفضائية وبخاصة من يتابعون ويصوتون في البرنامج الذي تذبح فيه الفضيلة ستار أكاديمي، فقد علمنا أن حتى من صغيرات السن ومن يدرسنا في المرحلة الابتدائية من يتابعنا هذا البرنامج ويصوتنا له عبر الاتصال. هل من كلمة لمن قد ابتلي بمثل هذا أو كلمة ينقلها إخوتنا وأخواتنا إلى من ابتلوا بمثل هذا البرنامج؟ أقول سبحان الله، ما استطاعوا علينا بالمدفع والدبابة. ما استطاعوا. الأمة واجهتهم وهم يفوقونها عددا بمرات كثيرة وبأعداد وصيرة. وما استطاعوا علينا. عند المواجهة نحن أقوياء. فوجدوا أن ما في سلاح يفتك بنا مثل نشر الفاحشة والرذيلة. فأصبحت الأمة ثقافتها غنائية وثقافتها المرئية أفلام ومسلسلات وثقافتها المقروءة لعب وكرة. حينها استطاعوا علينا. قسموا العالم الإسلامي واستعمروا الشعوب واستولوا على ثروات. ونحن لازلنا نغط أمام أكاديمي ستار. لا العجيب 70 مليون يصوتون من العالم الإسلامي لأكاديمي ستار. 70 مليون يصوتون للذين ينشرون الفاحشة والرذيلة. ويوم أممهم المتحدة قالت صوتوا لوقف الحرب على أفغانستان بعد 10 أيام قتلوا خلالها 50,000 صدوا على أفغانستان ما لم يصد في الحروب العالمية كلها.
أنتم الآن تقولون نريد تحرير الشعوب، فلماذا تقتلون الأبرياء؟ لماذا تقتلون الأبرياء إن كان مقصدكم تحرير الشعوب؟ لكن كما قال الله إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. لما علموا أنهم لا يستطيعوا علينا، لا يستطيعون علينا بالمدفع والدبابة، هاجمونا بالشاشات والقنوات ونشروا الفواحش والرذيلة في المجتمعات، وظهرت النتائج واضحة في أوضاع البنين وأوضاع البنات. تقول إحداهن في استبيان، تقول والله، لكن تقول الله أنقذني، تقول أقسم بالله العظيم إني وصلت إلى درجة أني كنت أتمنى أني أكون مكان إحدى هؤلاء الفتيات، تمنيت أني أكون مكان إحدى هؤلاء الفتيات. إيش يسوون؟ يعرضون الرذيلة. وين الغيرة يا إخوان؟ أين الغيرة؟ ضاعت. ليه؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، اتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. من قال لك أن البيوت ما تدري أن الخطر واقع؟ لا، يدرون، يدرون، يرونه واضحا، واضحا ملموسا في سلوك الصغار وسلوك الكبار. لكن جبناء، بكل صراحة جبناء، ما عندنا قدرة على تغيير المنكر، ما أستطيع أن تصل وأرقى السلم إلى سطح ذلك المنزل وأزيح ذلك الجهاز الذي دمر المعتقدات والأخلاق ودمر ما لا يعلمه، ما لا يعلمه إلا الله. والله لولا حرمة المكان لذكرت لكم مآسي وآهات، لكن أسأل الله أن يعفو، أن يعفو عنا وعنكم. المفسدة واقعة والكل يعرف، والكل يعرف هذا، لكن ما عندنا الدافع الإيماني، ما عندنا الدافع الذي يدفعنا لفعل الطاعة، ما عندنا الرادع الذي يردعنا عن فعل المعاصي والمنكرات. وش قيمة الحياة من غير إيمان؟ ليه سيطرت علينا شاشات وقنوات إلا لضعف إيماننا؟ إذا قوي الإيمان بالراحة ننتصر على مثل هذه الأمور. سبحان الله، اليوم الناس تعصي الله مع صدق الإصرار والترصد. عمد يدري، التقيت شابا في محطة من المحطات، نزلنا أنا والمجمع معي من الشباب لأداء صلاة العصر. سبحان الله، قلت للشباب أنتم توضوا وأنا كنت على وضوء، سأذهب إلى الدكان أشتري بعض الحاجات. دخلت، سبحان الله، دخل شاب في مقتبل العمر في العشرينات، نظرت في سيارته فإذا فيها نساء وأطفال، طرق طويلة يا إخوان محفوفة بالمخاطر. أنت على الطرق، على الطرق قصير ما أو طويلها، أنت أحوج ما تكون إلى إيش؟ إلى حفظ الله لك. كم من الذين يموتون على الطرقات؟ عشرات، مئات، بل آلاف مؤلفة، بل آلاف مؤلفة، والإحصائيات كل يوم في زيادة. فأنت أحوج ما تكون إلى حفظ الله لك، احفظ الله يحفظك. سبحان الله، دخل في معروض جهة من الجهات معروضة أشرطة أغاني، بدأ ينتقي من هذا وينتقي من ذاك. أنا أريد أكلمه لكني ما وجدت عليه مدخل، حتى قال ما اكتفى بالمعروض يا إخوان، قال لراعي المحل ما عندكم المطرب الفلاني؟ قلت أنا قلت فيه أحسن. قال عندي خبر. ما توقعت يقول لي جزاك الله خير، بارك الله فيك، لكن سدها في وجهي من كل الجهات. قال لي عندي خبر، أدري أن كلام الرحمن أحسن من كلام الشيطان، لكني بختار وصو، اختار كلام الشيطان مع سبق الإصرار والترصد، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قلت روح، الله يستر، الله يستر عليك. قد تقول معصية وهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه، لكن أقول وصل بنا ضعف الإيمان إلى درجة أننا نكفر بالله. والله وصل بنا الحال من ضعف الإيمان إلى درجة الكفر بالله، نسأل الله العفو والعافية، مع سبق الإصرار والترصد. سبحان الله، أحد الشباب يروي لي خبر قصته مع رئيسه، يقول كلمني بالليل قال لي بكرة تجيني المطار، الرئيس حقه يقول له بكرة تجيني المطار، سنسافر إلى البلد الفلاني في مهمة عمل، لا تتأخر،
الحجوزات تمت، الإجراءات انتهت، لا تتأخر. مهمة عمل، قلت أنا يقول لي، قلت رئيسي ومهمة عمل، يلا بروح تلك البلاد. كما أن فيها أعمال، هي أيضا استمرت بالسحر والشعوذة والكهانة، مشهورة ولا تخفى عليكم. سبحان الله، يقول يوم جاء الصباح في الوقت كنت في المطار، انتقلنا وصلنا إلى تلك الديار، أنهينا إجراءات السفر، خرجنا من صالة المطار، بدأ يتكلم مع سواق سيارة الأجرة يسألهم عن أماكن السحرة والمشعوذين. قلت له اتق الله، ما جئنا لي من أجل هذا. قال لا تدخل. قلت شلون؟ شلون ما تدخل؟ ما جئنا من أجل هذا. قال لا تتدخل. قلت يا شيخ كفر. قال عندي خبر. قال عندي خبر، أدري أنه كفر، لكن وجد لنفسه عذرا لضعف إيمانه. قال لكن أنا مضطر. قلت أنا المضطر يدعو من؟ المضطر يدعو الذي قال أما يجيب المضطر إذا دعاه. المضطر يدعو الذي قال إذا سألك عبادي عني فإني قريب. المضطر يدعو الذي قال ادعوني استجب لكم. المضطر يلجأ إلى الله. الملوك، الوزراء، الرؤساء في ساعات معينة تغلق الأبواب، صح ولا لا؟ وباب الرحمن مفتوح بالليل وبالنهار. أحدهم التقى رجل في الحرم، قال له ادعو لي أنا مضطر. قال ادعوه أنت تراه يجيب المضطر. قال ادعوه أنت تراه يجيب المضطر. سبحان الله، كفر بالله، كفر بالله. لكن حين ندعو لابد نصدق مع الله، ندعو الله والقلوب حاضرة، لا ندعوه باللسان والقلب في مكان آخر. سبحان الله، عظمة الإنسان في لجوئه إلى الله، عظمة هذا الإنسان وتحقيق العبودية في لجوئه إلى الله. أحد الأمراء التقى أحد علماء السلف في الحرم المكي يوما، فقال له أما لك حاجة نقضيها لك، يريد يتقرب للعالم. قال أما لك حاجة نقضيها لك؟ قال أستحي أسألك وأنا في بيته. قال أستحي أسألك وأنا في بيته. فانتظر الأمير حتى خرج العالم خارج الحرم، فقال الآن تسألني الآن؟ قال أسألك أي من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال من حوائج الدنيا. قال ما سألت الذي يملكها أسألك أنت، ما سألت الذي يملكها أسألك أنت. عظمتنا تخرج وين؟ تخرج إذا لجأنا إلى الله. لكن حين ندعوه لابد ندعوه بقلب صادق. الحجاج أنا ما عنده من المساوئ، لكن ترى عنده من الأخبار العظيمة الشيء الكثير. من جزأ القرآن 30 جزء وحذب القرآن؟ الحجاج. سبحان الله، رأى رجلا عند الكعبة يدعو، أعمى متعلق بأسنان الكعبة، يقول اللهم ردني بصري، اللهم ردني بصري، اللهم ردني بصري. جاء اليوم الثاني في نفس المكان متعلق بأسنان الكعبة يدعو بنفس الدعاء، اللهم ردني بصري، اللهم ردني بصري، اللهم ردني بصري. فقال له الحجاج شوف، إذا ما رد الله لك بصرك من الغد سأقطع رقبتك. إذا ما رد الله لك بصرك من الغد سأقطع رقبتك. فلما جاء اليوم الثالث وجده مبصرا عند الكعبة. قيل للحجاج لماذا قلت له هذا؟ قال وجدته يدعو بقلب ساهي، لكن ينظر أن القضية موت. ها؟ ايه جامت يا رب تخرج من القلب، هكذا نريدها تخرج، هكذا نريد. ونحن ندعو حين نقول يا رب نريدها تخرج من سليم القلب لا من أطراف اللسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن مكة. كيف يا إخوان؟ قال أهل التفاسير وأهل الحديث، يونس بن مكة حين كان في بطن الحوت، يونس بن مكة حين كان في بطن الحوت، الله أوحى إلى الحوت قائلا وإني جعلت بطنك له مسكنا ولم أجعله لك طعاما، فاستجاب الحوت للأوامر. يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت ظن أنه قد مات، فمد قدميه فإذا هي تتحرك، فعلم أنه حي، فقام يصلي، سمع
تسبيح الحوت الأسماك في قعر الأرض، فبدأ يسبح لله وقام يصلي كعادته، ثم قال في دعائه لله: واتخذت لك مسجدا لم يتخذه أحد من قبلي، واتخذت لك مسجدا لم يتخذه أحد من قبلي. سبحان الله، ناجى الله أين وإن كان ناجى الله وهو في بطن الحوت. والنبي صلى الله عليه وسلم إلى أي، شوف هذا درجة، درجة تحت أدنى الدرجات تحت في الأرض في قاع، في قاع البحر. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ أعلى الدرجات في السماء عند سدرة المنتهى. يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم معناه لا تفضلين على يونس بن متى، يعني معناه عندما كان يونس في بطن الحوت وأنا عند سدرة المنتهى، والله ما كنت أقرب إليه من الله، ما كنت أقرب لله من يونس بن متى وهو في قاع، في قاع البحر في ظلمات الليل في بطن الحوت. فالله قريب، سميع، مجيب، لا بد نعرف كيف نطرق الباب فقط، تستجاب للدعوات وتقضى الحاجات. أسأل الله أن يتقبل دعائي ودعاءكم، وأن يفرج همي وهمكم، وأن يعفو عن ذنبي وذنبكم. صلاة الفجر يا شيخ، صلاة الفجر نقعد عند صلاة الفجر؟ لن نجلس يا صلاة الفجر، ولكن أسئلة كثيرة يا شيخ حول هذه الصلاة العظيمة، وأن بعض الإخوة مع قصر الليل هذه الأيام يتهاونون في، بعضهم يتهاون في حضورها مع جماعة المسلمين، وأيضا في أن يصليها في وقتها. فهل من كلمة كيف يعني يعان الإنسان على أن لا يفوته صلاة الفجر؟ تبي تعرف أن الله يحبك ولا لا؟ كلنا يريد، صح ولا لا؟ كلنا يريد يعرف إن كان الله يحبه أو لم يكن. قد تتفاوت درجات المحبة بعد، قد تتفاوت درجات المحبة على قدر، على قدر حبك أنت يحبك الله، على قدر صدقك أنت مع الله يصدق الله معك. إذا وفقت لصلاة الفجر والناس قيام اعلم أن الله يحبك. إذا جلست في مصلاك والناس قد انطلقت، صلوا الفجر وانطلقوا إلى فراشهم وأنت جلست، فاعلم أن الله يحبك أكثر، أكثر منهم. إذا ركعت أربعا من الضحى اعلم أن الله يحبك. إذا حافظت على أربع قبل الظهر وأربع بعدها وخشعت لله في صلاتك اعلم أن الله يحبك. إذا وفقت للدعوة والبذل والعطاء اعلم أن الله يحبك. وإذا وقعت في المعصية فاعلم أن الله قد تخلى عنك. إذا وقعت في المعصية اعلم أن الله قد وكلك، قد وكلك إلى نفسك. سبحان الله، الله يصرف عنك المعصية وأنت ما تشعر. لو يترك ابن آدم إلى نفسه يقع. نبي الله يوسف اعترف، استسلم، قال: إلا تصرف عني كيدهم أصب إليهم وأكن من الجاهلين. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. الله قال: فصرف عنه كيدهم إنه من عبادنا، من عبادنا المخلصين. لما كان مخلص صرفت عنه، صرفت عنه السوء والفحشاء. فإذا وفقت لصلاة الفجر اعلم أن الله، إن الله يحبك. قامت جارية تصلي من الليل فأيقظت سيدها فأبى الاستيقاظ، كررت المحاولة أبى الاستيقاظ. سبحان الله، توضأت أحسنت الوضوء وانطلقت تصلي. قام قبيل الفجر بقليل. يا أخوان، من قام ساعة ليس كمن قام ساعات. اللي يقف عند الباب دقيقة ليس كمن يقف عند الباب، عند الباب ساعة. سبحان الله، بحث عنها فوجدها في ناحية من نواحي البيت تصلي ساجدة تناجي ربها، تقول، تأمل في كلامها، تقول: اللهم إني أسألك بحبك لي إلا غفرت لي. عجيب كلامها، قالت: اللهم إني أسألك بحبك لي إلا غفرت لي. فلما انتهت من صلاتها قال سيدها: شلون عرفتي أنه يحبك؟ كيف عرفتي أنه يحبك؟ قالت: أما أنامت وأقامني بين يديه، صح ولا لا؟ أما وفقني للقيام وأنت تغط في سبات عميق ومنام. سبحان الله، يوقف بين يديه من؟ الذين يحبهم. صلاة الفجر تشكو من زمان، مش من اليوم يا إخوان. واليوم الوقت بدأ يتراجع والصفوف تنقص. المشكلة أننا في أزمات، وعند الأزمات لابد نصدق، لابد نصدق مع الله. لن تنفرج الأزمات إلا إذا صدقنا مع الله.
وما أجمل تلك العبارات التي أراها ملقاة ومعلقة في كثير من الأماكن. إذا أردنا النصر فنصلي إيش؟ فنصلي الفجر. ليش الفجر يا إخوان؟ لأن الفجر انتصار على النفس، انتصار على الشهوات، انتصار على الرغبات، انتصار على الشيطان. سبحان الله، عند الترمذي ظهور إماء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله كم مرة؟ 7 مرات، إحداهن بالتراب في رواية أولاهن وفي رواية إخراهن. سبحان الله. أراك أنا قلت لك الحديث هذا، أريدك تتأمل الحديث الثاني. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل نام عن صلاة الفجر حتى أشرقت الشمس، إيش قال؟ قال ذاك رجل بال الشيطان على أذنين. الآن بول الكلب أكبر ولا بول الشيطان؟ بول الشيطان. فإذا استيقظ هذا الذي بال الشيطان على أذنيه، أول شيء يسوي وشو؟ يغسل أذنيه 7، إحداهن بالتراب. مأساتنا مع الفجر مأساة. زرت مدرسة من أيام ماضية تعداد طلابها 400، وقبلها بأيام زرت مدرسة تعداد طلابها 800. بعد المقدمة في الأخذ والعطاء قلت اسبقوني يلا، وكلمتهم عن الصدق عشان لا أحد يكذب، وفضيلة الصدق وأن الله يعلم كذا وكذا. ثم قلت يلا اسبقوني، من صلى الفجر اليوم في جماعة؟ تعداد المدرسة 400، كم تتوقع؟ 150؟ 200؟ والله ما تجاوز 20، والله ما تجاوز 20. قلت إنا لله إنا إليه راجعون. المدرسة اللي قبلها قلت بالمدرسين 800 عدد الطلاب بالمدرسين، والله ما تجاوز 20 بعد، يعني 780 من بيوت المسلمين تعيش في غفلة. الشيطان يبول على آذان أهلها في كل يوم. كيف يتغير الواقع؟ تريد تعرف مقدار المأساة؟ اخرج إذا أذن الفجر، اخرج في الشوارع، لا تكاد ترى سيارة تتحرك، لا تكاد ترى بشر يسيرون في الطرقات. تمر جنب البيوت ما تسمع أصوات. تدخل المسجد آباء وكبار في السن وقلة قليلة من الشباب الذين هداهم الله. ثم بعدها بساعة، ايش رأيكم بعد صلاة الفجر بساعة اخرج إلى الشوارع وش تشوف؟ زحام وأصوات من كل مكان. سبحان الله، كيف ننتصر على أعدائنا؟ ما انتصرنا على أنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حتى الشباب الصالح لنا عليه مآخذ، حتى الشباب الصالح لنا عليه مآخذ. إلى الآن كثير منهم ما صدق، تراه يصلي سنة الفجر بعد الفجر، صح ولا لا؟ كثير يقضي سنة الفجر بعد الفجر مرة في الشهر كل واحد، لكن كل يوم. ترى كثير من الشباب الصالح تفوتهم الركعة والركعتين، صح ولا لا؟ ترى كثير من الشباب الصالح قد يصلي في جماعات ثانية، صح ولا لا؟ كان وكيع الجيل الأول يقولون إذا رأيت الرجل تفوت تكبيرة الإحرام عجل شلون إذا شافنا. تعالوا نبدأ. سبحان الله، إذا لم نصدق في التربية ما يتغير الواقع، إذا لم نصدق في تربية أنفسنا ما يتغير الواقع. نريد نقول حديث الليلة ونبدأ بتطبيقه. اتفقنا؟ الهداية من تأتي؟ من الاتباع. فبشر عباد الذين يستمعون القول سيتبعون إيش؟ يتبعون أحسنه. الهداية ما تأتي إلا من الاتباع، والهداية ليست درجة واحدة لكنها درجات، كل ما صدق صدق معه، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الحديث يقول من صلى لله في جماعة 40 يوم يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءة. كم يوم؟ 40 يوم. أنت تشتدي أجل براءة من النار وبراءة من النفاق، يشتدي بعد أكثر من هذا؟ إذا جاءك فك براءة من النار يعني أنت من أهل وين؟ لك من أهل الجنة. وبراءة من النفاق يعني معناها تسلم من الفتن. نريد نصدق في 40 يا إخوان، نريد نصدق في 40. سعيد بن المسيب كم سنة ما فاتت تكبيرة الإحرام؟ 40 سنة. وميمون بن مهران الأعمش يقول لبناته في ساعة وفاته يقول على ماذا تبكون؟
أنا وش تبكون؟ 50 سنة ما فاتتني صلاة الجماعة، 50 سنة ما فاتتني صلاة الجماعة. أنا وياك نبغى نصدق في 40 يوم فقط، لكن والله الذي لا إله إلا هو جرب وسترى الأثر بعد 40. يقول ابن القيم رحمه الله: وما حافظ عبد على عمل صالح 40 يوما إلا فتح له باب هذا العمل. ما حافظ رجل على عمل صالح 40 يوما إلا فتح له باب هذا العمل. وش أعظم من تكبيرات الإحرام؟ أبدا والله ما في أعظم منها. سبحان الله، قال لي أحد الشباب: دائما تدندن على مسامعنا تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام، وهل يسمع الأبطال إلا في الصفوف الأولى مع تكبيرات الإحرام؟ اعلم أنه من أراد إدراك المفاخر لم يرضى بالصف الآخر، صح ولا لا؟ ومن يطلب الحوراء لم يغلب المهر وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. سبحان الله، أهل الصفوف الأولى يعرفون أهل همام عالية. يقول: دائما تدندن علينا. قلت: لأن تكبيرة الإحرام تصنع رجال، تكبيرة الإحرام تصنع رجال يعتمد عليهم. إذا كيف يعرف الرجل؟ يعرف من صلاته. عمر رأى رجلا يصلي مرة صلاة عجيبة أعجب فيها عمر صاحب الفراسة، فقال: ائتوني بهذا الرجل، بعد أن انتهى من صلاته. فلما انتهى قال له عمر: نريد نستخدمك في بعض أمورنا. قال: يا أمير المؤمنين، أنا ما أصلح لجمع الصدقات والزكوات، أنا ما أصلح إلا للموت في سبيل الله، أنا لا أصلح إلا للموت في سبيل الله. قال عمر: من أجل هذا أردناك. فعينه قائدا على جيش من جيوشه، النعمان بن المقرن رضي الله عنه وأرضاه. من عرفه عمر؟ من صلاته. صلاتي أنا وأنت اليوم زي صلاتي وصلاتك أمس، وصلاتنا غدا نفس الصلاة، لم تتقدم ولم تأخر. ليه الحين نلعب في الشماغ؟ وليه الحين نفكر في الانتراحات ونحن في صلاتنا؟ ما يتغير الواقع. بدأ الله صفات الفلاح بإيش؟ بالصلاة، وختمها بالصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. اصدق مع الله يصدق الله معك. خذ الأسباب التي تعينك على الاستيقاظ، وشيل السهر يا إخوان. السهر منهي عنه أصلا من بعد صلاة العشاء، فعلى ماذا نسهر؟ الصالحون قد يسهرون على مباحات، لكن والله ما ذبحنا إلا المباحات يا إخوان، ما قتلنا إلا السهر أمام المباحات. لا تظن أن الذنوب والمعاصي فقط هي التي تقسي القلب، تقسيها المباحات بعد. الإسراف في المباح ما زاد عن الضرورة فهو من الفضول. فاصدق في أخذ الأسباب، بدل الساعة ضع سنتين، بدل ما توصي فلان أوصي فلان. والله يا أخوان، لي من يوم حملت الجوال في جيبي، من يوم أن حملت الجوال في جيبي منذ سنوات، وأنا وأحد الإخوان كل منا يتعاهد صاحبه، اللي يقوم قبل يدق على صاحبه ولا يتوقف حتى يبغض ذاك أن الرقم مشغول، يعني أنه استيقظ. ليه ما نتواصل فيما بيننا البين؟ وش قيمة الجوالات والهواتف إذا لم نستخدمها في طاعة الله؟ سبحان الله، الصادق يعرف. فإذا صدق مع الله صدق الله معه، إذا صدق في نيته صدق الله معه في تأييده ونصرته. بعض المن بدل المنبه يضع 2. واحد يقول: والله يا أخوان، ذكره الشيخ المنجد في كتيب اسمه شكاوى وحلوم، أو أظن مشكلتك لها حل. الشاهد يا أخوان، ذكر الشيخ مشكلة النوم عن صلاة الفجر، فقال: كل مشكلة لها جانب علمي وجانب عملي. الجانب العلمي أننا نعرف الأجر المترتب على المحافظة والأجر المترتب على التخلف. ثم قال: لابد من جانب عملي حتى نحل المشكلة. ثم قال: النية الصادقة والنوم مبكر والوضوء وذكر أذكار النوم والنوم على الشق الأيمن والاستعانة بالآخرين، ثم الأخذ بالأسباب. يقول واحد: يضع المنبه في قدر أبو خراشة، يضعه في قدر ثم يضع فوق الدولاب، ثم إذا تخيل إذا انطلق مع صلاة الفجر وش يصير بالغرفة؟ تسمع ضجة بالغرفة ما يعلمها إلا الله. يقوم من مكانه يحط الكرسي ويرقى، ينزل القدر، يطفي الساعة، وش صار بالنوم؟ طار. لكن ما ذكر الشيخ هذه، لكن أنا أعرفها. واحد أصدق من هذا، تدرون ايش يسوي؟
يربط حبل في رجله ويرميه من الشباك وقايل لي جاب من الشايب إذا مريت جر الحجر. إيش رأيك من جره ولا من جره؟ صادق صادق يريد سبب وسبب وسبب حتى يحافظ على صلاة الفجر. الله الله يا أخوان 40 يوم جرب إياني وإياك. يقول الله أكبر وتقول سأذهب بعد قليل. إياني وإياك تسمع المنادي وتقول سأفعل هذا أو سأفعل ذاك. تذكر قول الله والسابقون أولئك المقربون. كل منهم ليش همتنا عالية؟ لماذا نجعل همتنا عالية؟ ليش نرضى بالدون؟ إذا سألتم الله فاسألوه من فردوس الأعلى. وما ذلك على الله بعزيز. صاحبي اللي يقول لي تدندن 40 يوم 40 يوم انطلق ثم جاني قال الله 26 يوم وفاتتني. قلت تبدأ من جديد. بدأ جاني قال يا الله 37 يوم وفاتتني. قلت ابدأ من جديد. احنا يا اخوان نتعبد الله بال40 ولا نتعبد الله طول العمر؟ نتعبد الله طول العمر. ثم سبحان الله انطلق من رمضان ليس هذا الذي قبله. انطلق من رمضان ثم بعد رمضان ثم اشهر بعده قال بشرك اكثر من 40 تكبيرة احرام اكثر من 40 يوم ادركتها. قلت اسألك بالله وش شعورك؟ قال اقسم بالله العظيم انها اغلى عندي من نفسي ومن اولادي ومن مالي. تكبيرة الاحرام أغلى عندي من كل شيء في حياتي. ليه؟ استشعر الأثر. متى يظهر الأثر؟ قال ابن القيم فإذا جاءت المداومة وجاءت المحافظة كشفت الأستار وظهرت الأنوار وبانت الأسرار. أما الصلاة المتقطعة يوم في الصف الأول يوم في الصف الثاني يوم تصلي ركعة يوم تصلي ركعتين والله ما يتغير الحال إلا إذا صدقنا مع الله. فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم. أسأل الله يجعلني وإياكم من الصادقين. وأنت أيضا لا تنامي وأيقظي حسي على صلاة الفجر. سبحان الله من يوم أول يوم تزوج سبحان الله علمت المرأة المنهج. أنت سبحان الله أنت تبرمج المرأة على ما تريد. إن عودتها على الكسل كسلت معك وإن عودتها على العمل عملت معك. سبحان الله بعد ما ملكت بشهر أو كذا ذهبت أزورهم سبحان الله الأب جالس والأبناء جلوس وهي جالسة من بينهم ثم أذن لأذان العشاء. أذكر ذلك اليوم أنا أذن أذان العشاء قمت قلت يلا طيب أنا بروح أصلي. قامت لي قالت توه ما قامت الصلاة. قلت إيش وأنتم ما تروحون إلا إذا قامت الصلاة. اسمعي عاد أمام أبيها أمام الأب والإخوة أنا ما أتأخر إلا من يوم يقول الله أكبر أنطلق إلى المسجد ولا أحب اللي يأخرني. سبحان الله الحين يا إخوان من يوم يأذن توصف فيني قوم 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 قول لها أنا إمام تتأخر كل واحد أستنى أني أتأخر. لكنها تعلمت المنهج من أول يوم. علمها بارك الله فيك وتعاون أنت وإياها على البر والتقوى. أسألكم بالله سأختم بهذا تعبت والله لكن أهل عنيزة أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المقبولين. سبحان الله يا إخوان حديث النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرئ قام من الليل فصلى وأيقظ أهله فإن أبوا نضحت وجههم الماء. طبقناه ولو مرة في العمر. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت وجهي الماء. طبقنا ولا بس نسمع؟ نريد نحافظ على تكبيرات الإحرام. نريد نجعل البيوت تحيي السنن التي ماتت في حياة كثير من الناس. أسأل الله أن ينفعنا بما نسمع وبما نقول. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا ربنا من الراشدين. هذا وصلى الله على محمد على آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ حفظه الله لكلمات الطيبة المباركة والإجابات الشافية الوافية. ونعتذر لإخواننا في قناة المسك الذين أيضا أتانا أسئلة منهم بعضهم خارج المملكة عن الإجابة على الأسئلة لأن كثيرة والشيخ اعتذر عن الكثير والكثير. لكن هذه في نهاية المحاضرة نذكر الإخوة بالمحاضرة لفضيلة الشيخ خالد الراشد غدا في محافظة الأسياح إن شاء الله تعالى.
وأيضا محاضرة في محاضرة المذنب للشيخ فيصل الشدي والأربعاء القادم جامع الجمل. أيضا نذكركم أيها الأخوة بمحاضرتين في عنيزة يوم السبت القادم فضيلة الشيخ عبد الرحمن الدهش بعنوان من نبأ موسى وجهة إلى مدين يوم السبت 27/2 بعد صلاة العشاء إن شاء الله في جامع الشيخ بن عثيمين رحمه الله. وكذلك يوم الأحد القادم إن شاء الله وفي هذا المكان إن شاء الله تعالى محاضرة للشيخ سليمان بن حمد العودة المسلمون بين الأزمات والمبادرات. ستكون يوم الأحد 28/2 وقد وزعت هذه الليلة مؤسسة الوقف الإسلامي مشكورة 800 شريط للشيخ سليمان بن حمد العودة حول تشويه صورة الجمعية الخيرية لمصلحة من. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يبارك في مشايخنا الذين يأتون ليقدموا الخير إلى هذا البلد وغيره من البلدان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تواصل دائما نحن وإياكم على الخير وفي طرق الدعوة وما يرضي الله سبحانه وتعالى. وإلى لقاء آخر بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.